سعيدة جدا باستضافة أول سيدة مغربية تشرف على تدريب فريق كرة قدم للرجال في المغرب كوتش حسناء الدومي. كوتش حسناء مرحبا بك معنا. شفتي كيفاش كنتي حديث مواقع التواصل الاجتماعي طبعا في شهر مارس عندما تم اختيارك لتدريب فريق اتحاد الرياضي لمدينة الفقيه بن صالح، وأيضا مؤخرا عندما حققتي نتائج إيجابية مع فريقك، يعني احتفوا بك رواد مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم الأخت حنان، وشكرا لقناة ميدي أن تي في على الاستضافة. طبيعة الحال يعني التعيين ديالي على رأس العريضة الفنية ديال فريق اتحاد الرياضي الفقيه بن صالح التي تعتبر من الفرق الكبيرة، واللي فريق عنده تاريخ يعني عريق، اللي كان تينافس فرق كبار كالرجاء البيضاوي، الجيش الملكي، أولمبيك خريبكا، وسبق وعطى لاعبين المنتخب الوطني. دونك كان لي الشرف يعني نكون مدربة ديال هذا الفريق، وكان لي كذلك الشرف يعني نكون كأول مدربة في تاريخ كرة القدم المغربية اللي تتشرف على تدريب فريق للذكور. دونك هذا ما جاش من واحد الصدفه، انما من بعد واحد الاشتغال كبير ويعني ومجهودات كبيره. يعني سبق لي وكنت لاعبه بالقسم الوطني الاول احترافي، بالقسم الوطني الثاني باقسام العصبه، وكذلك يعني قمت بمجموعه من الدورات التكوينيه في مجال كره القدم باش نطور من نفسي. وسبق لي ويعني خديت مجموعه من التجارب مع مجموعه من الانديه. سبق لي كذلك وكنت مدربه مساعده ديال فريق للذكور اللي حققنا معاه نتائج ايجابيه، الشيء اللي خلى يعني المكتب المسير ديال فريق الاتحاد الرياضي الفقيه بن صالح وضع فيا الثقه ويعينني على راس العريضه الفنيه ديال الفريق، والحمد لله ربي ما خيبناش طبعا. وهي ثقة مستحقة، لأن قدرتي أنك كيف ما يقال بالدارجة تعتقي فريق اتحاد الرياضي ديال الفقيه بن صالح. لكن طبعا كيف ما كانوا الناس بزاف اللي وضعوا الثقة ديالهم فيك واحتفوا واعتبروك فخر للمغرب والمرأة المغربية، كانوا بعض الأصوات اللي يعني اعتبروا بأن شنو غادي تضيفي في هذا المشهد يعني الرياضي أو المشهد الكروي. سمعتي أكيد انتقادات؟ طبيعة الحال يعني كانوا من بعد التعيين ديالي يعني كانوا مرحبين بالفكرة وكانوا معارضين، كيف ما كنشوفوا يعني الأكثرية في وسائل التواصل الاجتماعي، حكم أنهم يعني ما تعرفوش حسناء، يعني ما تعرفوش الخبرة ديالها، التجربة اللي دوزات في كرة القدم. لكن الناس اللي تعرفوني يعني عن قرب ويعني وديجا خدموا معايا ولا اشتغلوا معايا وديجا شاهدوا حسناء وهي كانت لاعبة ديال كرة القدم، بالعكس كانوا فرحوا للتعيين ديالو، وكانت عندهم الثقه الكامله اننا غنعتقوا الفريق من الازمه ديال النتائج اللي كانت تعاني منها. الحمد لله كيف قلت لك ربي ما خيبناش. دونك الانتقادات شيء عادي بالنسبه ليا، ما كتهمنيش الانتقادات، لو كنا يعني غنديوها في الانتقادات ما كناش يعني غنقبلوا بتدريب الفريق. كما كيعرف الجميع انه حتى شي واحد ما تيسلم من الانتقادات، سواء حققتي نتائج ايجابيه سواء حققتي نتائج سلبيه. وكيف ما كنعرفوا جميع ان مدربين كبار يعني اللي تيدربوا على المستوى الاوروبي ولا اللي تيتواجدوا على راس العريضه الفنيه ديال الفرق كبار دائما تيكونوا معرضين للانتقادات. دونك هذا شيء عادي بالنسبه ليا، دونك انا غادي نخدم ان شاء الله باش نحقق مجموعه من الطموحات. بما انك هضرتي على المدربين عالميين يعني في دوريات عالميه كيعانيوا من الانتقادات، وايضا كيعانيوا هاد المدربين وهم كبار كيعانيوا من ضبط واداره بعض اللاعبين ديالهم في الفريق، كيف انت تتعاملين مع اللاعبين ديالك وكيفاش كتقدري انك يعني تضبطيهم وديري الاداره ديالهم؟ بطبيعة الحال كيف ما كيعرف الجميع ان يعني انك باش تضبط واحد المجموعه اللي مجموعه كبيره ديال واحد العدد ديال اللاعبين اللي تتكون تقريبا من 24 حتى 28 لاعب، دونك اصعب حاجه هي تضبط الجروب. لكن الحمد لله بعد التعيين ديالي انا الطاقم التقني اللي كان معايا الحمد لله ما وقع حتى شي مشكل ولا شي حاجه بينه وبين اللاعبين، يعني اللاعبين كانوا تيطبقوا التعليمات بالحرف. كاين واحد القانون داخلي يعني ديال الفريق اللي يعني الجميع تيكون ملزم باش يحترم داك القانون الداخلي، واي مخالف يعني ديال القانون تيكون معرض للعقوبات من طرف المكتب المسير. كيف ما قلت لك يعني وقت العمل عمل، وقت يعني الضحك ضحك. دونك اللاعبين يعني كانوا تنشكرهم من هذا المنبر على المجهودات اللي بذلوها.
بذلوا مجهودات كبيرة، ضحوا بشكل كبير من أجل باش يعتقوا الفريق. كانوا تعانيوا من ضغوطات نفسية كبيرة، الحمد لله حاولنا نخلقوا واحد الجو يعني عائلي، ونخدموا على الجانب الذهني أكثر، والحمد لله توفقنا تقريبا في 12 مباراة حققنا يعني 7 انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم، اللي تعتبر واحد الحصيلة يعني أكثر من 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 رائعة، اللي ما قدرش الفريق يحققها من قبلك. إلى من بعد هذه النتائج الإيجابية اللي يعني قدرتوا أنكم ديروها مع الفريق ديالك حسناء، شنو كتنتظري من القادم؟ شنو كتطمحي مستقبلا؟ حيت شفنا بزاف ديال الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بعد التعليقات كيقولوا بغينا نشوفوك في البطولة الوطنية. بطبيعة الحال يعني عندي مجموعة من الطموحات، أولها يعني نكمل الدورة التكوينية، باقي لي الدبلوم أ إن شاء الله الأكاف، وندير أبرولي ملا، وندير دورة تكوينية خارج المغرب، وتنتمنى إن شاء الله غنشتغل يعني باش نحقق مجموعة من الأهداف كيف ما قلت لي، اللي هي باش نكون إن شاء الله شي نهار في أقسام الأقسام الوطنية ديال القسم الوطني الأول احتلافي، ولما لا القسم الوطني الثاني. وتنتمنى إن شاء الله في أحد الأيام نشرف على تدريب المنتخب الوطني ديال كرة القدم النسوية، ولما لا شي نهار الاحتراف خارج المغرب إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق كوتش حسناء الدومي، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة مرة أخرى.